معكم إبراهيم المجدور. طبعا تعرفت على المقهى هذا عن طريق أحد الزملاء وجيت هنا عشان السوفليه، والصراحة الخدمة أروع من الممتاز ما شاء الله تبارك الله، وأنصحكم فيه. كنت مو يعني انا مبتعث في امريكا، فكنت اشوف اصحابي في سناب شات والانستغرام والتواصل الاجتماعي يحطون صور لهذا المقهى، فكنت اقول لهم اذا جيت بقابلكم هنا. ما كنت اتوقع ان مكانه صراحه في هذا المكان، بيتنا قريب، اتوقع اني بغير الاماكن اللي كنت اروح لها وبصير بجي هنا اذا جيت بروق وبجلس علشان القهوه، وخاصه ان القهوه العربيه صراحه احبها اكثر. تشوف عندك كذا شاشه، سواء الدور العلوي او الدور السفلي، من ناحيه المذاكره او من ناحيه مناقشات اعمال او زي كذا، من ذاك تاخذ راحتك. مكان حلو لمتابعة المباريات وهذا النرفان هذا اللي يشرب. حتى الأكلات كويسة خصوصا السوفليه. أول ما بدأ أفتح المقهى حنا مع شباب كثير نجي هذا المقهى، صراحة حسنا بالراحة فيه، يعني لا من ناحية الجلسات ولا من ناحية تنوع الطلبات. متخصص القهوة. Thank you.